السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ عواشركم مبروكه. ايوا غادي نوجد معكم الفطور ديال العيد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تنجيبوا القمح، راه بيتو في الماء ورطب. دابا هاني كنحكو في هاد الحكاكه ديال المطيشه، نحكو باش تحيد ليه النخله. الا بقات فيه شي نخله خص تحيد ليه، تنبقى نحكو بهاد الطريقه تنكملو. شتي ها هو دابا هذا راه محكوك وكتحيد منه النخله. ودابا ها هو المدر، ودرنا الزيت الرومي، زيت المائده، كاس تاع زيت المائده، والماء بارد، ونديروا القمح ديالنا يطيب. كيتسمى هربر، هربر هو الفطور ديال العيد. هي بغيت نشارك معكم هالطريقة، الطريقه اللي بغات ديرو. راه القمح ماشي غالي، موجود كيتباع في الحوانت 170 160، جيبي كيلو 160 ريال، وديري هاد اسميتو ترطبيه في الماء وتحكيه بحال هكا، وها انت وجدتي الفطور ديال وليداتك. ايوا هو دابا موجود. دابا راه الكوكوت ما هزاش ليا هذا، ورديته في البرمه. هانتوما كيما تشوفوا مني طاب ما هزاتوش ليا الكوكوت، وحولته في البرمه كبيره شويه باش يتبع على خاطرو، وكنبقى نحرك. ها هو راه في سميتو اللي كيطيب، كنبقاو نحركو نحركو نحركو. دابا زيت العود، دابا هذا زيت العود اللي ما كنديروهاش في الاول باش يطيب مزيان، طيب دغيا في الزيت الرومي. دابا مني طاب تنديرو الزيت، زيت العود، ونحرك واحد شويه ونكبو الحليب. ها حنا دابا درنا الحليب، دابا خصو غير يغلى شويه في هذا الحليب، يطبخ فيه شويه الحليب ونطفيه. ها انتم كما تشوفوا دابا راه هو دابا الفطور ديالنا واجد. احنا دابا نحطو الفطور، هذا هو الفطور التقليدي، هربر كيدار بالقمح. وها هو، وبالصحة والراحة. وما تنسوناش في سميتو في الجرس ولي لايك.